تم الحكم حاليا، نتواجد حاليا في المحكمة. غادي نعطيكم بعدا الحكم اولا، عاد باش غادي نتكلموا في هذه القضيه. هذا المتهم الرئيسي هو الوردي 15 سنه، موهوب 12 سنه، بوكفاوي 8 سنوات، امينه اشكون 7 سنوات، فايله 5 سنوات، توري 4 سنوات، بعمراني 5 سنوات. مع العلم اننا حنا ما عجبناش هذا الحكم هذا، بما ان هدف الضحايا هما الفلوس، ما تجبدوش الفلوس، نفاو الابناك، نفاو الاطراف الاخرى اللي داخله في هذه القضيه هذه، فهما كلهم ما استجبوش للدعاوي او الشكاوي ديال الضحايا. فلهذا احنا هذه القضيه هذه ما فهمناش شنو هي، فيها ان بعض المعنى نقولها بكل صراحه، فيها ان 3 سنوات ماراثونيه، جلسات ماراثونيه، الناس توفاوك، ما اعودها اكررها مره اخرى، ان سمعت الناس توفوا هذا، الناس تشلوا، الناس مرضوا، الناس انتحروا. حاليا ما بقاش يتوجهوا معايا الضحايا، لسبب هو انهم ما بقاش يقدروا على هذا الشيء اللي تيشوفوا في الجلسات. اليوم تنتفاجئوا ولو هو انه النطق بالحكم، ما قدروش الناس يتجاوبوا، ما بقاش يتملكوا اعصابهم. فلهذا تنتمنوا ان يكون شي حاجه صادره على هذا الحكم هذا، ما بغيناش حنايا باقي النقد، باقي الاستئناف، باقي هذا. اكيد غادي يخفوا على الوردي وغادي نتواجد، ما غادي نلقاو معنا واحد الوقت، اما غادي يكون معنا او غادي يهز الطياره ويزيد في حالاته. فالمضرور المتضرر الكبير هما الضحايا، مبتغاهم هما استرجاع الاموال. تنتمنوا انه نمشيو في الطريق ديال الاموال، وتتمنوا الفرقه الوطنيه كذلك تبحث لنا على الاموال. هذا لا يهمنا اننا انتهت القضيه حد هنا، فاحنا مازال غادي بدايه القضيه، غادي نديروا التحقيق، غادي نطالبوا باعاده التحقيق وتوسيع الدائره في هذه القضيه. والناس الاطراف اللي داخلين في هذو خصهم يتحملوا المسؤوليه ديالهم، وتنتمنوا من الدوله كذلك تحمل المسؤوليه ديالها، وتنتمنوا من جلاله الملك يعطي الكلمه العليا ديالو، لان هذا ظلم في ظلم في ظلم. بما ان هذه دوله الحق والقانون، فتنتفاجئوا باننا ما هذا الحكم هذا ما عجبش الضحايا ككل، وهذا الشيء اللي كاين. كما تعلمون الاخوان، بعد جلسه رفعت، القاضي المحكمه عملت خدمتها، صافي القاضي حكمنا بالدار على حسب كل واحد والمقدار الفلوس اللي عطى. المحكمه سالت خدمتها، كتبقى دابا مسؤوليه المؤسسات. حنا ما مشيناش وشرينا من عند الوردي ديريكت بلا كوما كانتش عاونته المؤسسات، بقى يخرج رخص كوما كانش عاونوا النوطير محلف من طرف الدوله، ما كناش تنصب علينا بهالطريقه هذه. شرينا في معارض، دائما كنقولوها في الصحافه، شرينا في معارض دوليه خارج المغرب. مؤسسات دابا اللي عاوناته باش ينصب علينا خصها تتحمل مسؤوليه هاد الضحايا هذه. الضحايا حكموا عليه ب 15 عام، حنا حكموا عليه حتى بالمؤبد، يخرجوه حتى من غدا. حنا الضحايا بغينا فلوسنا، بغينا فلوسنا ترجع لنا. فعلا المحكمه دارت وخرجت لنا المسائل التعويضات، دارت خدمتها. حنا خصنا المؤسسات اللي ساعدت الوردي في النصب على ضحايا باب دارنا تحمل المسؤوليه ديالنا، تحمل مسؤوليه هاد الضحايا باش ترجع لها الاموال ديالها. راه كاين الناس هنا اللي ماتت، كاين الناس اللي ضاعت. هاد القضيه حنا عشنا فيها 3 سنين، وكنظن ان الراي العام عارف باب دارنا، وعارف شنو سبت من بعض الاغلبيه ديال الناس، كاين اللي فيهم امراض، كاين اللي ماتوا، كاين اللي هادي. ولكن حنا هاد الحكم هذا من اول مره كنقولوا حنا الوردي تحاسب معاه الدوله. حنا بغينا فلوسنا، الضحايا بغات فلوسها. دابا المحكمه جزاها الله خير دارت شغلها، سالت القضيه ديالها، صافي المحكمه حكمات على الوردي بالسجن 15 عام ولا باش ما بغات. المهم حنايا دابا خص المؤسسه تحمل مسؤوليه ديال ضحايا باب دارنا في استرجاع الاموال ديالها.